فيروس خطير، وباء منتشر، شو الحل يا شيخ؟ لوقت ايش الحكي هذا؟ اياما معدودات. صدق الله العظيم. يعني الحمد لله رب العالمين انه الاصابات خفيفه والوفيات برضو الحمد لله رب العالمين انها خفيفه يا شيخ، شو بتحكي في الموضوع؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. يعني بيقولوا انه الرعايه الصحيه يعني لها علاقه كبيره في هذا الموضوع، كيف نحقق الرعايه الصحيه الصح في الموضوع؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طيب يا شيخ، يعني الملابس، ملابس اكيد وسيله يعني لنقل هذه العدوى وهذا الفيروس، شو الحل؟ وثيابك فطهر. يعني هل يجوز لنا ترك منازلنا والخروج الى الخارج لامر غير ضروري يا شيخ؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شيخ، كثير من الناس بحس عليهم أنه بياخدوش في التوصيات والرعاية الصحية الصح. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. طيب يا شيخ ماشي، بس بخصوص الموضوع الحجر البيتي هذا والناس كلها بدورها وسكرت محلاتها وسكرت أشغالها وأعمالها وسكرت يعني مصانعها وتوقف حالها، شو بنحب نحكي لهم؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كثير من الناس بيبثوا الشائعات والأخبار الكاذبة عشان يخوفوا الناس ويروعوهم، شو بتحب تحكي لهم يا حاج؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. طيب يا شيخ، يعني كتير ناس او احنا سمعنا انه ممكن هذا الفيروس يكون هو عبارة عن فيروس مختلق من 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 احدى الدول بهاجموا فيها المسلمين، شو بدنا نحكي؟ وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. طيب يا شيخ في النهاية يعني شو الحل؟ كيف بدنا نخرج من هذا الابتلاء وهذه الصعوبات؟ الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ونعم بالله العظيم. وهكذا أعزائي المشاهدين، نحن نسأل والقرآن يجيب.